المنتج عامر صباح ايش رايك بالخدمه؟ نفس الشيء هذا نفسه هذا شلون نفسه هم هذا يعني اقول لك هذيل الناس الان عندهم صار تجاره بس انت تجاره اي اكيد يعني هم اشتغل بالنسبه لباسم عبد الامير الاعمال الدراميه بالنسبه لباسم عبد الامير وعامر صباح مع اثنين هم خلاص صارت عندهم تجاره اي تجاره ريال شغال بزنس الان عند يعني العمل الفني صار مشروع والمشروع هذا يدر له فلوس قاعد اقول لك يا بس انت بساعة لما تكلمت عن باسم عبد الامير ذكرت انه هو ابن المجال اي ابن المجال هذا ما انكره مثل عامر وعامر من اسره انتجت افلام يعني صباح يمكن من اول افلام الابيض والاسود عرفت قديمه فهو ايضا ابن المجال اي ابن المجال بس موزع يعني مو ممثل موزع يعني كان يعطونا في الاعمال احنا شنو المشكله احنا ما عندنا مشكله باحد انه ينتج عندك فلوس عندك رخصه عندك عمل فني انتج فهمني طيب. يعني عفوا احنا ما نقول لا تنتج او فلان اللي عنده الامكانيات انه ينتج بس ليش تسميها مقاولين لا احنا اقول لك لكن اللي صار انه صار في شغله انه اي عمل وقطع عليه قناه بس بالكويت فهي القناه اذا تقبل شنو قاعد اقول انا ايش قاعد اقول انا مو القنوات الكويتيه قنوات خارجيه ما نسميها مو الناس متابعين وعارفين في مسلسلات وانا اهم الوم الممثلين ترى مو بس الوم اللي قبلوا يطلعون فيها الاعمال اكيد اللي فيها اثاره حسب اثاره وكل شيء يعني تتفق يعني عفوا تتفق مع كلام زميلك الفنان احمد جوهر اللي لما سالناه عن السيد الفاضل عامر صباح ذكر انه ما دش عامر ما اندش عامر في مجال الانتاج اللي اخترب كل شيء خرب الدراما كلها وكل اللي قدمه كلام فاضي ما في لا عمل ترك صدى شغله كله سلبي شوف هم انا ارد واقول انا ما يعجبني اسلوبه بالعمل هذه نقطه اسلوب يعني عامر صباح في العمل اي حتى الاثنين صار بينهم تحدي قصدك باسم اليوم حتى على مستوى الممثلين صار حتى عمليه يمكن احمد طرحها الاجور اليوم بعض الممثلين ما قام يفكر بالدور وشو العمل اللي تقدم كم تبي تدفع لي ايه لان شيء يوقعه ثلاث اعمال اربع اعمال هذا جاي يعني امس مثلا ياخذ مثلا نقول مثلا سي من الناس ياخذ 100 دينار على الحلقه ما تبي تقول اسماء لا من حقهم انه وكل واحد من حقه يقول انا فلما يجي يوقعه اربع اعمال يطلع له هبشه ما يتغيب وما يفكر انه وهم يدفعون اي طبعا هذا في تنافس هذا يرفع يرفعك يعني انت عندك انا عامر صباح مثلا من الشخصيات اللي انا ما احس انه يربح لما يقطع العمل فوق انتاجه ما اقول هذا ما يربح فهمتني؟ يعني لما يوزع بهالطريقه هذه انت كم بتاخذ؟ يلا خذ 300 400 وهو ياخذ مثلا 200 عرفت الشخص اللي بوصل له؟ الريال يبحبحه زين هذا احنا بالقنوات لما نروح لهم مثلا عندنا انتاج يقول نزلوا لنا يعني احنا ايش يطلع لنا من القنوات يمكن يطلع لنا 400 500 الف هذا باب النا يعني اذا اخذوا منه يعني عمر صباح قاعد يعطي الممثلين اكثر من انت كمنتج قاعد تعطي مو انا كثير منتجين احنا في بعض الممثلين ما يون وعاك لان ما مع غيري عامر اي قاعد عند مكتب عامر او باسم او باسم ولا واللي يشتغل عند هذا ما يشتغل عند هذا فاهمني؟ حرب بينهم اي اكيد هذا او تنافس يعني تنافسيه بينهم تتفق مع احمد جوهر ان عامر صباح خرب الدراما الكويتيه؟ هو مو خرب يعني عامر صباح اشتغلوا مع سعاد وحياه هل سعاد وحياه خربوا الدراما؟ اسالك انا لا هو ما خرب قضيه الاجور والاليه اللي قاعد يشتغلون فيها لانه هو يعتبر اللي سواه بالعكس هو يعتبر ما قدمه للدراما الكويتيه وللدراما الخليجيه تطور ايجابي واحدث يعني لا هو شوف ثوره في عالم الدراما ونقلها من مرحله الركود الى مرحله الانتاج المستمر هو صاحب فضل على الدراما الكويتيه لا مع احترامي لشخصه وين الحين قاعد نشوف الاعمال قاعد تطلع اسمعني باسم من صوب وعامر بس بعد ما اصحاب الفضل الفنانين الكويت وتلفزيون الكويت والدراما الكويتيه صاحبه فضل في ترس جيوبهم هذا قبل اسمع الحين قبل هذا اسمع شوي اما قضيه انه تنتج اكثر من عمل وتقول انا اللي فضل لا والله مالك فضل على طارق العلي يمكن هو اعطيناه كموزع وزع لنا مسلسل
من اول ما بدا بيشتغل بالكويت، عرفت؟ اما ان انت تقول انا اللي فضل، لا مالك فضل، مالك فضل على الدراما الكويتيه، فضل الدراما الكويتيه هي لها فضل عليك. ليش انت مو تقول لك فضل؟ روح اي دوله خليجيه اخرى واشتغل، سوي اللي انت تسويه هنا. بشكل عام انت راضي على الدراما الكويتيه، لكن في المقابل انت انتقدت المنتجين او ما اسميتهم المقاولين الانتاج. اسمح لي، انا ترى من ضمن الناس قاعد اشتغل دراما، هذا بس اللي بوصل له. يعني ما يصير انا اقول انا اقدم زين وغيري شين، لكن في اطار ان في ناس قاعد تقدم سيء. قابل انت بال بعد ما نظلم الناس حقها يعني. طيب احمد جوهر هم قال انه يقدم اعمال زينه يعني. ايوه احمد زين، احمد بالعكس انا اشتغلت وياه وتشرفت العمل معه، ومن افضل الاعمال طش ورش قدمها، يعني الكوميديه الخفيفه واسماء كبيره. تكلمنا عن المنتجين ورايك في سيد باسم عبد الامير. مو راي بالسيد، بشغل بسيد باسم عبد الامير. ايش رايك عفوا كمنتجين كاشخاص منتجين عفوا كاشخاص انا احترمهم، ما ريال لا بيني وبينه شيء ولا، لكن احنا اليه العمل يعني. بعد اذا طلبوك في عمل واعطوك مبلغ اي صدق عشان كذي زعلان ما حد يناديني. هي مو قضيه انه يطلبك بعمل في لحظه مهمه جدا ابو عبد العزيز، هي مو قضيه عمل. انا احترم زملائي واحترم شغلهم، لكن في امور يعني ما يصير. يعني احنا في امور شنو يعني؟ يعني في امور بينهم مثلا، مثل ان انت هالممثل هذا انتم خربتوا حتى طريقتنا مع التعامل مع صغار الممثلين، فهمتني؟ يعني انت تجي عند ممثل امس يشتغل وياك ادوار وهذا، تكلمه يقول والله ماني فاضي واجري كذي، اي والله يعطيني عامر هالمبلغ ويعطيني باسم هالمبلغ. فكلام احمد جوهر اللي قاله قبل اسبوعين كآلية صار في يعني عبد الله بعد احمد قال خربوا دراما. لا انا اقول لك في آلية العمل لما انا الاتفاقات وهذا، لكن انا بعد ما يصير اطعم في مسلسلاتهم كلها. طيب فهمني، اروح حق المسرح. اي بعد يعني هم في فنان اي روح حق المسرح. بعدين مش نص عامر مش نص شوف يعني سوري بطلع بسرعه يعني حتى باسم زين هذه مداعبه. يعني هو المسلسل الحين يتوزع بكل القنوات بسرعه، واحنا ناخذ بعض الممثلين نفسهم ابطال ما يسوقون. فسعد يقول يا هذا عندهم مخرزه. اي عندهم مخرزه. طيب والله اعلم. طيب والله اعلم. هذا الحين هذا كله مزاح. ايه مزاح خايف يسمونه مزاح وطعن رماح. لا توافج توافج توافج. طيب طيب.